لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنشكر كل الاخوات اللي كيتواصلوا معايا كيدعموني وكيكومونتيو ليا وكيدعيو معايا دعوات اللي كتزيد تشجعني وكتزيد تقويني وكتزيد تخليني انني دائما نجيب لكم الجديد. اذا نزولا لطلب العديد منكم اللي كيطلبوا منا موديلات جداد وبيبي كوب جداد، واخوات حطوا لينا موديلات باش بغاو يطبقوهم، لكن استعصت عليهم القاعده عفوا. اذا اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحط لكم موديل، كيف كتشوفوه هو هذا الموديل اللي راني حطيت لكم في الصوره، اللي خاصكم انكم تاخذوا لي القاعده عاد نطبقوه. اذا غادي ندوز ان شاء الله للقاعده بلمسه خفيفه وعاد غادي نطبقوه على الثوب وعلى آلات الخياطه. اذا غتمشيو معايا للقاعده، وقبل ما نمشي وكنتمنى انكم قبل ما تغادروا القناه طبعا الى عجبكم الدرس ما تنساوش جيم وبارطاج، وما تنساوش لي كومونتير اللي كتهمني وكناخذ بكلماتها. شكرا لكم اخوات. اذا البنات كيف كتشوفوا معنا هذا الخلف، الخلف تنفصلو بطريقته العادية، يعني كناخدو القاعدة ديالنا كنفصلو بطريقتنا العادية بالقواعد ديالنا العادية. بالنسبة للأمام كيف كتشوفوا الموديل، الموديل جاي كروازي من هاد الجهة، بمعنى جاي واحد الجهة داخلة على الجهة الأخرى، يعني هذا بالشرح المبسط. إذا حنا خدينا المقاس ديالنا من الخلف ديالنا بالقواعد العاديه ديالنا، لكن هنا كنزيد واحد المسافه على حسب الرغبه وعلى حسب الموديل كيف كتشوفوا. بالنسبه للموديل اللي حنا تنشوفوا يعني غادي ما نفوتوش 10 سنتي، ممكن نديرو 12 سنتي، ممكن نديرو حتى 8، لكن كيبقى على حسب الموديل وكذلك على حسب الذوق ديالكم. اذا كناخذوا الخلف ديالنا تنحطوه، ولكن كنخليو واحد المسافه القدام اللي غادي نزيدوها ديال الكروازي ديالنا، هذيك المسافه حنا غادي ناخذوها ما بين 8 حتى 12 سنتيم باش تعطينا جماليه وتعطينا شبه الموديل اللي حنا خدامين عليه. اذا غادي نطلع بهاد 8 حتى الفوق اولا 10 سنتيم كنطلع بها حتى الفوق. هنا بالنسبه للكول اللي كتشوفوا في الموديل راه نازل شويه، ولكن حنا بغينا نديروا هذا الموديل ما بغيناش نخدموه غير كيف الموديل اللي شفنا، ولكن ممكن نخدموه بسفيفه، ممكن نخدموه قفطان، يعني قفطان نازل ديال الحضور، وهذيك لا دونتيل اللي كاينه هنايا ممكن اننا نخدموها بسفيفه والعقاد، ممكن نديرو غير طريسنات ونديروها دايره كلها بعقاد، ممكن نديرو طريسنات وندوزوها كامله بدريس من جناب، يعني لكلنا الاختيار. اذا هنا في هذه المسافه هذه حنا تناخذو هذا العرض وتناخذوه بطريقتنا العاديه، لكن كيف قلت لكم هنا في الموديل نازلين شويه نازل، انا لو بغيت نديرو اقل منه ندير نهبط، لا بغيت نعريس دابا مازال غادي نزيد نهبط. اذا بالنسبه للموديل كتشوفوا راهم نازلين تقريبا ب 11 سنتيم، حنا نزلوا ب 10 سنتيم، ها هي نزلنا ب 10 سنتيم، غادي ندور الكول ديالي، ندور الكول ديالي هنا في هذه المسافه هذه، كنحاول انني ما نطلعش الفوق، ما نطلعش، نحاول انني نمشي مقاده، نمشي مقاده يعني بمعنى نمشي دروات بالمسطره، وممكن انني الا بغيت نزيد نطلعو ندير واحد يعني شكل ديال شكل هكا، ولا يعني يكون من هنا طالع الفوق او نازل تحت يمكن ليا، بمعنى نقدر ندير هذيك الجماليه ديال هكا ونهبطو ويجيني عطيني هذا الشكل. حنا دابا مشينا على حسب الموديل، ممكن انني يعني نتوما خاصكم تزيدوا انكم تبتكروا، تزيدوا انكم تخيلوا موديل، يعني نخرج منه نستنسخ منه موديلات اخرى. ممكن ناخذ هذا الموديل بحال هكا ونجي هنا ونجي دايره بهذا الشكل، ونحيد هكا ونجيبو داير بهذا الشكل، يمكن ليا مفهوم، يعني لكم الاختيار. اذا هكا هذا هو الموديل اللي كنشوفو.
حنا قبل ما ناخذو هنا نحدو المسافه اللي غنهبطو بها. قبل ما ناخذو في الزياده ديالنا هذيك الزياده قبل ما نسطروها كنحددو فين بغينا، لان هاد البلاصه هذه هي اللي غتبقى لينا في الوسط. عفوا، هي اللي غتبقى لينا في الوسط، هنا هي اللي غتجينا في الوسط، لان وحده غادي تتحط على الاخرى. ولكن كيف كتشوفوا في الموديل، الا كنتي غتخدميه بطريقه عصريه، بمعنى الا كنت غنخدمو غير بطريقه عصريه، الطريقه كيف كتشوفوا اللي محطوطه غير بدونتيل او لا بلاستيك او لا بشيبي او لا اي حاجه للتزيين، كيف شفتوا في الموديل راه جهه فيها وجهه ما فيهاش، بمعنى جهه فيها هذاك لا دونتيل والجهه الاخرى فيها غير البيطانه، غير البيطانه اللي حنا تعودنا اننا نديروها. اذا ما خصناش ننساو اننا ناخذوا البيطانه ديالنا، البيطانه ديالنا اللي غادي ننزلوا من هنا لهنا ما بين 4 حتى 6 سنتيم، وغادي ناخذوها بهذا الشكل ونجيو هنا ونحاولوا اننا نهبطوا كذلك بواحد 6 او لا 4 سنتيم. بمعنى هذه غادي ناخذها بلا طولات ديك الجداره، يعني غادي نستنسخها من الفاترون وغادي نفصلها بوحديتها باش ناخذ ليها البيطانه ديالها. ما ننساش كذلك البيطانه ديال الخلف، هذه الا كنت غادي نخدمها بطريقه عصريه، الا كنت غنخدمها بطريقه عصريه كيف شفتوا في الموديل. لكن الا كنت غنخدمها بسفيفه او لا طرسان او لا كابلي او لا قطعان، يمكن ليا ما ناخذش البيطانه وغادي نخدمها كلها على شكل تقليدي، يعني قفطان او لا جلابه ممكن، علاش ما نديرش لها القب وتولي جلابه، لان حنا ممكن اننا نبتكرو في هذا الميدان لانه بحر واسع ويمكن لينا نختارو فيه بزاف حوايج. اذا الا كنت غادي نخدمها بطريقه عصريه نخدم ليها البيطانه ديالها، لكن الا كنت غادي نخدمها بطريقه سهله ومبسطه قفطان طويل حتى لتحت، يمكن لينا نخدموه بلا بيطانه، مفهوم؟ وكذلك كيف شفتوا في الموديل راه جهه فيها بيطانه وجهه فيها لا دونتيل ديالنا. بالنسبه للكمام ديالنا، بالنسبه للكمام زايده واحد لافالور، لافالور كيف شفتوا في الموديل الكميمات غير قصار، حنا غادي نديرو كمام طرواكار اولا نديروهم طوالين. الا كنا غادي نديروه قفطان يمكن لينا نديروه طرواكار، الا كنا في الصيف، الا كنا في ايامات البرد يعني نقدروا نديروه حتى هنا حتى طويل، بمعنى الكوعي يعني ناخذوا الكم ديالنا العادي جدا ونزيدو فيه واحد المسافه ديال 6 سنتيم باش كنعاودو نوليو اننا نثنيوها لداخل ونديرو على حتى هي لا دونتيل كيف شفتو في الموديل. اذا الان غنخليكم معايا باش ندوزو اننا نفصلو هذا الموديل ديالنا، لكن اللي بغيت نقول لكم هو هنا بقات لينا لاجيب، لاجيب ديالنا كيفاش غادي نفصلوها؟ لاجيب ديالنا كنفصلوها في صالتنا العاديه، يعني بغيتها كلوش غنديرها كلوش، بغيتها دروات غادي نديرها دروات، يعني بطريقتنا العاديه. اذا نمشيو نفصلوا الموديل ديالنا. اذا البنات بالنسبه للمتراج اللي غادي نحتاجو هذا الموديل، ما غاديش يحتاج لينا متراج كثير، غادي نحتاجو غير الطول ديالنا تقريبا الا كنا غادي نديروه يعني من الفوق لتحت عادي ما غيكونش كلوش بزاف، غادي نحتاجو الطول ديالنا زائد طول الكمام، بمعنى يعني واحد 42 32 كافيانه لهذا الموديل، كافيانه جدا. اذا اول حاجه غادي ناخذو حنا غادي ناخذو الفوق غادي ناخذوه من ثوب والتحت غادي ناخذوه من ثوب اخر. اذا شوفوا غادي ناخذ ارتفاع الصدر، ارتفاع الصدر اللي غادي ناخذوه من هنا بهذا الشكل، اذا نشوف هنا شحال عندي، اذا كافي يعني. اذا اول حاجه غادي ندير وهو غادي نقاد هذا الثوب لانه هذا غير مرسو، غادي نقادو باش يجيني قاد. اذا انا غادي ناخذ هذا الثوب نقاديته، اذا غادي نخدم القاعده ديالي العاديه،
القاعده ديالي العاديه بالمقاسات ديالي. الاخوات اللي راكم جدادين معنا كنتمنى انكم تدخلوا للقناه باش تشوفوا الجديد ديال القواعد وتاخذوا القواعد الاولى، خصوصا تاخذوا القواعد الاولى. اذا هنا عندي ارتفاع الصدر عندي 44، غادي ناخذ 46 لان عندي اثنان ديال الخياطه، اثنان ديال الخياطه. اذا هنا غادي نفصل يمكن ليا هذيك لا دونتيل اللي غادي ندير، يمكن ليا نديرها في بلاصه البطانه ويمكن ليا نديرها حتى في بلاصه تاع الامام، بمعنى نخدمها في الامام وفي الخلف. اذا هذا هو الخلف ديالي. اذا غادي ناخذ الامام كيف كتشوفوا، انا غادي نحاول انني نقابل معكم باش الناس ما يدخلوش. اذا هذا هو الامام، غادي نخلي المسافه اللي قلت لكم ديال 8 حتى 10 سنتيم، ها هي غادي نخلي هنايا تقريبا 9 سنتيم الفوق، ها هي 9 سنتيم اللي غادي تبقى ديال الكرواسي ديالنا. وغادي نحط الخلف ديالي بهذه الطريقه، غادي نحط الخلف ديالي بهذه الطريقه، مفهوم؟ اذا كيف قلت لكم هنا حنا هنا نزلنا ب 2 سنتيم، نزيد نزلنا ب 2 سنتيم، اذا قلنا 11، اذا غادي نزيد ها هي تقريبا 11 سنتيم، ها هي 11 سنتيم. اذا هذه نقطه تاع 8 غادي نبقى غاده بها دايره لعند 11 سنتيم، وغادي نكمل الدوره ديالي بهذا الشكل. نتمنى البنات تكونوا كتشوفوا مزيان وتكونوا فهمتوا. اذا هذه هي الدوره ديالي، مفهوم؟ غادي نوريكم ونعطيكم واحد السر ضروري، انا في كل درس كنعطيكم سر من اسراري باش دائما ما نبخلوش عليكم بالجديد كيف ما وعدناكم دائما. غادي نبقى هنا، ما نساوش البنات كيف قلت لكم دائما كنجي للجناب ديالي، مفهوم؟ كنجي للجنيبات ديالي هنا وكنطلع بواحد فاصلة خمسة، واحد فاصلة خمسة، وكنمشي ناقصها دائما للوسط ديال الجناب ديالي. هذه قاعدة دائما تنعطيها لكم في العصري ودائما عندها واحد الفالور كتير. دائما الاخوات اللي عاد غيشوفوا هذه المعلومة، هنا كنطلعوا بواحد فاصلة خمسة في الجناب ديالنا باش هنا ما يجيناش طايح. كذلك البنات بالنسبة لعبار الحزام، عبار الحزام الا بغيتوها بلا ما ندير لها شد حزيام ولا شي حاجة تنخليها، يعني كنخليها في عبار الحزام ديالي الاصلي. يعني انا ملي خديت هنا الصدر ناخذ حزام عبار الحزام ديالي الاصلي، لكن الا كنت غندير واحد حزيم هكا ونخليه طايح يمكن ليا نخليها شويه عريضه ماشي مشكل. اذا الان شوفوا معايا غادي نفصل الكول ديالي، الكول ديالي غادي نجيبو هكا داير وغادي نكمل حتى لاخر نقطه، حتى لاخر نقطه ديالتي، مفهوم البنات؟ اذا كيف قلت لكم ما غاديش نساو اننا ما درنا غديروها طريقه عصريه ما نساوش الثلث ديال التركيز اللي تنحيدو الاخوات اللي ما شايفينش هذا الدرس. هذا شفتوا ها هو، يعني كنحيدو واحد سنتيم من جهه الامام من الثلث الوسطاني ديال التركيز ديالنا. اذا البنات اللي بغيت نقول لكم وهو شوفوا معايا شنو غادي ندير، غادي نجي هنا غادي نقص واحد سنتيم، واحد سنتيم، وغادي نمشي نبقى غاده بها وانا كنقص، انا كنقص حتى كندخل هنا زيرو سنتيم، زيرو سنتيم، شفتوها؟ اذا هذا سر ضروري انكم تحيدوا هاد واحد سنتيم باش كيجي الصدر دائما كيجي بلا وكيطيح على الصدر ديالك. اذا هنا انا ما غاديش ندير لها البطانه، انا غادي ندير لا دونتيل من جوج جوايع، مفهوم البنات؟ اذا غادي نشوفوا هنا، غادي نشوفوا نشوفوا الكميمات ديالنا على شكل حيت نشوفوا الكميمات، نديروا الكميمات 3 كار هما،
لكم ها المطروك هاد. نخرجوهم المطروك هاد كمان قصارين اللي شدنا هما هادو او ملكمان. اذا غادي ناخذهم بهذا الشكل يعني البنات. لاحظوا معايا انا ما عطيتكمش القاعده لان كيف شفتوا معايا هاد القواعد حنا كلنا دايرينهم، ولكن حنا دابا في الجديد ديال الاخوات اللي راهم تمكنوا من القواعد. الاخوات اللي راكم داخلين معنا جداد وكتشوفوا معنا، يمكن لكم ترجعوا للدروس الاولى اللي ما عرفتش شي معلومه منا، ترجعوا للدروس الاولى فيها جميع المعلومات. اذا البنات غادي نديروا هنا واحد الطريقه بان ليا الكمام مع هذا لي مورسو، بان ليا الكمام انا يقدر ما نلبسوش قصير، لربما غتجي واحد السيده ما تبغيش تلبس قصير، يمكن لينا نزيدو هنا. علاش يمكن لينا نزيدو؟ لان حنا عندنا دونتيل غادي نديروها، وكيف شفتوا في الموديل لا دونتيل ما جاتش هنا في الجناب، جات هنا، نقدروا حنا نديروها هنا ونديروها هنا. اذا لنا الاختيار، اذا غادي ندير بحال هكا وغادي نزيد في الطول ديالي. شفتوا انا زدت في الطول ديال الكميمات ديالي، وغادي ندير انا زدت الكميمات ديالي، ونقدر ندير لا دونتيل هنا ولا دونتيل هنا، وها هو ولا ليا كميم شويه طويل. اذا كيف شفتوا معنا هذه هي طريقه وخصوصا للفوق. بالنسبه للتحت غادي ندير صايه عاديه، غادي ناخذ الطول ديالي غادي نهبطو، وغادي ناخذ صايتي بالطول اللي بقى ليا العادي جدا. اذا البنات بالنسبه للطول انا كان عندي متر وأربعين، متر وأربعين يعني حيدت 44 من هنا، غادي تبقى ليا تقريبا متر وستة وثلاثين. لا غتبقى عندي متر وأربعين، عفوا متر وأربعين، غادي تبقى ليا تقريبا 96 سنتيم، أولا نزيد أنا متر ونخليها الطول ديالي، يعني نحيد الطول ديالي كلي، غنحيد منه الطول ديال ارتفاع الصدر اللي فصلت، ارتفاع الصدر والباقي غادي نديرو في الصاية ديالي. هذا هو المتراج اللي غادي خصنا. اذا الاخوات كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش تابعوني في خياطه هذا الموديل باش تشوفوه كيفاش غادي يطيح. حنا شفنا كيفاش تفصل، لكن غتشوفوه كيفاش طيحناه في الخياطه بطريقه سهله جدا، حتى انت تلبسيه، وممكن ديريه بمقاسات صغيورين لبنيه صغيره، وكيف قلت لك نديرو تقليدي ونديرو عصري. ما نساوش هذا الا درناه بالعقيدات ولا بالسفيفه وطريسنات ودرنا ليه حزيم، غادي يجي رائع جدا. اذا البنات كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، كنتمنى انكم الا خصتكم شي معلومه او لا استعصت عليكم شي قاعده، يمكن لكم تواصلوا معايا على الرقم ديالي اللي راه الاشاره ديالكم ليلة نهار. مرحبا بكم الاخوات، وكنتمنى انكم قبل ما تغادروا الدرس انكم تبارطاجيو وديروا جيم، وما تنساوش لي كومونتير اللي كنقراها حرف بحرف. شكرا لكم الاخوات، وتحيه للجميع.